حملة ندعم ولا نعاقب أو Support Don't Punish هي حملة عالمية بمواجهة اليوم العالمي لمكافحة استخدام المخدرات والإتجار غير المشروع فيها. هيدا اليوم يلي بيتبنى سردية غير واقعية بتدعي لعالم خالي من المخدرات. هيدا السردية والسياسات العقابية أدت لأضرار كبيرة سواء على الأفراد أو على المجتمع. اليوم الخطاب العالمي عم يتجه نحو الاعتراف بالأضرار يلي بسببها تجريم استخدام المخدرات، وين عدد من الدول ووكالات الأمم المتحدة عم تدعي لإصلاح السياسات المتعلقة بالمخدرات نحو سياسات قائمة على الأدلة وعلى حقوق الإنسان. اليوم وبعد سنين طويلة من جهود ومناصرة سكون وشركائها عم تدرس لجنة حقوق الإنسان النيابية مشروع قانون لتعديل قانون المخدرات الحالي. من المفترض أنه يتماشى مشروع القانون مع الاستراتيجية المشتركة بين الوزارات اللي مضت عليها 5 وزارات مختلفة بال2016 واللي بتدعي لإعادة النظر بسياسات المخدرات بلبنان، تحديداً إنهاء تجريم استخدام المخدرات. إنهاء التجريم مش يعني تشريع، إنهاء التجريم يعني فعل استخدام المخدرات بعده فعل غير قانوني ولكن منه جريمة جزائية. منطالب باعتماد نهج متوازن قائم على الأدلة بيتماشى مع واقع أنه استخدام المخدرات هي قضية صحة عامة. فاليوم لما عم نحكي بإنهاء تجريم استخدام المخدرات يعني عم نقول أنه موارد الدولة البشرية والمادية اللي اليوم عم تهدر على ملاحقة ومعاقبة الأشخاص اللي بيستخدموا المخدرات يتم استثمارها بالمقابل بأنظمة الرعاية الصحية وبصحة هؤلاء الأشخاص. قانون المخدرات اللبناني الحالي بيعاقب على استخدام المخدرات بالحبس من 3 أشهر ل3 سنين وبغرامة مالية. على الرغم من هيدا الشيء اعترف القانون انه استخدام المخدرات هي قضية صحة عامة ونص على حق العلاج كبديل عن العقاب يلي بتتولى تطبيقه لجنة مكافحة الإدمان على المخدرات. ولكن يلي تبيننا انه من وقت تفعيل هيدا اللجنة بال2013 لليوم في بس حوالي 4% من الملفات تحولت على اللجنة، يعني باقي الملفات يا اما بعدها علقانة بالقضاء المقتاز عنا بالملفات والبطيء يا اما تم معاقبتها وبالتالي نزلت هيدي الاحكام على السجل العدلي للاشخاص. يلي تبين لنا انه انهاء تجريم استخدام المخدرات وبالمقابل الاستثمار بخدمات الدعم سواء كانت خدمات الحد من المخاطر، خدمات العلاج وحتى الوقاية بتؤدي لنتائج ايجابية سواء على الافراد او على المجتمع بشكل عام. بالبرتغال وتشيكيا يلي أنهوا تجريم استخدام المخدرات مثلاً قلت عنده النسب الوفيات المتعلقة بالجرعة الزايدة أو الأوفردوز، كمان أدى إنهاء التجريم لإزالة الوصمة وبالتالي صاروا الأشخاص يروحوا على العلاج بشكل أسهل وبلا خوف من ملاحقتهم ومعاقبتهم، والأهم من هيدا كله أنه ما زاد استخدام المخدرات. بظل الأزمات بيزيد تعرض الأشخاص لمشاكل الصحة النفسية ولا اضطرابات استخدام المخدرات، ونحن بدولة أصلاً نظام الرعاية الصحية فيها تعبان ومنهك ومعنا مراكز علاج تابعة للدولة. كمان بالأزمة الاقتصادية اللي عم نمرق فيها وين 82% من الأشخاص عايشين تحت خط الفقر، 60% من الشباب عاطلين عن العمل، اليوم بتجريم استخدام المخدرات ومعاقبة وملاحقة الأشخاص اللي بيستخدموا المخدرات عم نزيد من تهميش هؤلاء الأشخاص وعم نزيحهم عن سوق العمل.